الاناتوميكال بوزيشن اللي هو الوضع التشريحي ده مهم جدا على فكره، بتلاقوه في الام اس كيوز، في الامتحانات، في الكومبليت، في كل حاجه. ايه الوضع التشريحي لما نيجي نشرح انسان يبقى وضعه ازاي؟ قال لك نمره واحد اللي هو ان ذا بيرسون از ستاندنج اريكت، يعني البني ادم يكون يقف منتصبا كده، يبقى ذا بيرسون از ستاندنج اريكت. ذا ارمز ستريت، الدراعات بتاعته دي اللي هو الطرف العلوي الابر ليمب ستريت، هنا اهو مستقيمه، ذراعان مفرودتان. ذا ليجز كلوز توجذر، الرجلين الاثنين دول قريبين من بعض، كلوز توجذر. ذا ايز اللي هو العينين، والبالمز كف الهاند كف الايد فيسنج فورورد، يتجهان للامام. يبقى ده اللي هو اناتوميكال بوزيشن. يبقى الاناتوميكال بوزيشن ذا بيرسون ستاندنج اريكت، البني ادم يقف منتصبا. ذا ارم ستريت، ادراعه مفرود. ذا ليجز كلوز توجذر. ذا ايز اند بالمز فيسنج فورورد، دي يعني لو واحد تاني ايده يعني هنا عند الالبو يبقى ما مش اناتوميكال بوزيشن. لو واحد بيبص لورا مش اناتوميكال بوزيشن، لازم الاناتوميكال بوزيشن يكون واقف على حيله بيبص لقدام، البالمز بتاعته انتيريور، الفيس انتيريور، الايز انتيريور، كل دولت، الليجز كلوز توجذر، ده اللي بيسموه اناتوميكال بوزيشن. نيجي بعد كده للاناتوميكال بلينز، المستويات التشريحيه. خد بالك احنا المستويات التشريحيه اللي هو الاناتوميكال بلينز، المستوى التشريحي ازاي بقى؟ انا هشرح البني ادم ده، اما اجي اقطعه اخد فيه قطاع، خد بالك معايا كده. هنا دلوقتي في ده ميديان ساجيتال بلين، انا ممكن اقطع البني ادم في النص بالظبط، اخد خط في النص كده واخد خط بالطول كده، ده اللي بيسموه ميديان ساجيتال بلين. يبقى انا لو خدت خط في النص في الطول بنص البني ادم بالملي، ده اسمه ميديان ساجيتال بلين. هنا على فكره اسمه ساجيتال ليه؟ لان هنا في سوتشر في الجمجمه نفسها لما هنشرحها هلاقي في خط في النص كده اسمه ساجيتال سوتشر. احنا بناخد في هذا الخط بالطول كده، نشرح البني ادم نقطعه بالطول كده، ده اسمه ميديان ساجيتال بلين او ميديان ساجيتال سكشن. لو جيت انا بقى شرحت وقطعت البني ادم بره النص بشويه، بعيد عن النص بشويه، ده اسمه ده بارا ساجيتال بلين، بارا ساجيتال بلين او انذر ساجيتال بلين. يعني انا كده بعيد عن الايه الساجيتال بلين، ده اسمه بارا ساجيتال بلين. نيجي بعد كده زي ما قلت لك في هنا في الجمجمه سوتشر تاني او خط تاني موجود في الحته دي كده، بمعنى يعني عارف ازاي؟ عارف التوكه او البلاستيكيه اللي بتحطها البنات في وسط راسهم هنا في الحته دي، او التاج اللي كانوا الملوك بيحطوه، كانوا بيحطوا خط هنا في الحته دي. فلو خدنا خط بالصوره دي قطعنا البني ادم زي بالخط ده هنا من النص البني ادم بالعرض كده، ده اسمه كورونال سكشن او كورونال بلين، ده اسمه كورونال ايه بلين. في حاجه تانية، لو قطعنا البني ادم ترانشات حتت حتت كده، ده اسمه ترانسفيرس سكشن. يبقى المستويات التشريحيه او الاناتوميكال بلينز في ميديان ساجيتال بلين، بارا ميديان ساجيتال بلين، كورونال بلين، وترانسفيرس بلين. ويمكن الصوره الثانيه هتوضحهم برضو، هنشوف كده. بص ادي هنا ميديان ساجيتال بلين، بارا ميديان بلين اللي هو ده اللي هو بارا ميديان اللي هو جار المتوسط، يعني ده المتوسط، خط المتوسط او المتوسط، الخط المتوسط او السهمي، الخط المتوسط او جار المتوسط. وبعدين كورونال بلين اللي هو ده اللي هو المستوى التاجي او الاكليلي، زي ما قلت لك كانوا بيحطوا التاج هنا فالقطعه بتبقى هنا، ده المستوى التاجي او الاكليلي. وبعدين ترانسفيرز او هوريزونتال ايه بلين. خلونا نتفرج، بص الرسمه الثانيه هنا برضو، ادي الاناتوميكال بلينز باين عندي، ادي الميديان ساجيتال بلين اللي هو البني ادم متقطع من النص ده اللي هو الخط الاحمر ده. نيجي بعد كده ده الميديان ساجيتال بلين، في هنا اللي اتقطع كده بالعرض اللي هو من زي التاج اللي هو ده اللي بيسموه كورونال بلين. وبعدين لو قطعناه من النص ده اللي هو بنسميه ترانسفيرز بلين او هوريزونتال بلين،
دولت اللي احنا بنديلهم اسم بيسموهم اناتوميكال بلينز. يبقى المين اناتوميكال بلينز ميديان ساجيتال بلين، ميديان بلين او ساجيتال، طبعا في واحد تاني اسمه بارا ساجيتال لو قطعت جنبه، وبعدين في هنا كورونال بلين، ده اللي انا شايفه ده اللي هو بيسموه الكورونال بلين اللي هو المستوى التاجي او الاكليني، وبعدين التالت ده اللي احنا بنديله اسم اللي هو ترانسفيرز اي بلين. ادي الميديان ساجيتال بلين، وده البارا ميديان ساجيتال بلين، وده الكورونال بلين، وده الترانسفيرز او الهورزونتال اي.